نائب مدير المركز المصري للفكر والدراسات الإفريقية، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق. سيادة السفير مساء الخير، أسألك كيف تقيم جلسة مجلس الأمن أمس حول سد النهضة من حيث مواقف الدول المختلفة؟ كيف رأيت الأمر؟ في اعتقادي أن النظرة العامة لما ورد في أحاديث المندوبين وممثلي الدول في مجلس الأمن تؤكد أن هناك اتجاه عام نحو ضرورة التوجه لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة في اتساق مع القوانين والاتفاقات الدولية، بما في ذلك اتفاق إعلان المبادئ. نعم. ثانيا اتفاق تقريبا شامل وجامع بينهم على رفض التصرفات الأحادية التي تفرض أمرا واقعا في مخالفة صريحة الاتفاقات ذات الصلة بموضوع سد النهضة. أيضا هناك اتفاق عام وشامل بينهم على ضرورة تولي الاتحاد الأفريقي استئناف المفاوضات، ولكن تعزيز هذه العملية التفاوضية بدعم من جانب المجتمع الدولي ممثلا في الخبراء والمراقبين المشاركين فيها. ثم هناك أيضا اتفاق مبادرات من جانب بعض الدول لتقديم الدعم للتوصل إلى حلول فيما يتعلق بمشكلة أزمة سد النهضة، وخاصة في مرحلة الملء الثاني. لا شك أيضا فأننا أمام، من خلال خطاب السيد وزير الخارجية الذي كان شاملا جامعا للجوانب القانونية والفنية والسياسية كدبلوماسية وقائية في مواجهة المرحلة الحالية التي تواجهها أزمة سد النهضة. أكد فيه رسالاته الواضحة على تمسك مصر بخط المفاوضات والتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم في إطار تسوية سلمية عادلة ومنصفة طبقا للقوانين والاتفاقات الدولية، وأن أمام مجلس الأمن مسؤولية الحفاظ على السلم والأمن الدولي، باعتبار أن الموقف الأثيوبي التصرفات الأحادية وفرض الأمر الواقع يهدد السلم والأمن الدولي لدولتي في المنطقة، باعتبار أنه يهدد الوجود والحياة في دولتي المصب. أعتقد أنه بهذا الموقف إذا لم يصل مجلس الأمن إلى هذا الهدف المنشود، فإن لمصر لها الحق في أن لجوء إلى حق الدفاع الشرعي للحياة والوجود لشعبها، وأيضا في تضامن مع السودان التي تتعرض لنفس التهديد من واقع حق الدفاع الشرعي المنصوص عليه في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في مادته 51. ولكن اسمح لي سيد سفير، يعني طبعا الكلام بيدور حول الفصل السادس الحقيقة وليس السابع، وده أمر برضو يطرح علامة سؤال، علامة استفهام. لكن دعني أسألك عن الموقف الروسي، كثيرون استغربوا من الموقف الروسي في التعاطي مع ملف سد النهضة. لا شك الموقف الروسي كان هناك يعني خارج المغرد، خارج السرب، لأنه كما نعلم حدث نوع من الاتفاقات التي تمت مؤخرا بين أثيوبيا وروسيا، خاصة فيما يتعلق بالمجال العسكري. وأعتقد أن هذا التوجه يعني أعطى لروسيا موقف يعني تحرك عن الموقف المحايد أو الموقف الموضوعي فيما يتعلق بمطالب مصر والسودان المشروع. أما فيما يتعلق بما ذكرت وتفضلت حضرتك الفصل السادس والفصل السابع، أنا أقول أن ما ذكره السيد الوزير بيدخل في إطار الفصل السادس بالطبع في مادته 35 و36 و37. أما الإشارة إلى حق الدفاع الشرعي، فأنا أقول أن ما تفضل به السيد الوزير فيما يتعلق بحق مصر في المحافظة على مصالحها وأمنها القوم المائي، عندئذ إذا لم يتحمل المجلس الأمن مسؤوليته في حفظ السلم والأمن بالنسبة لمصر في هذا المجال، فمن حق مصر أن ترجع عندئذ لحق الدفاع الشرعي الوارد في الفصل السابع.
طيب سيادة السفير، كان من الواضح أن لدى وزير المياه الأثيوبي دوافع محددة لقلب الحقائق في الخطاب اللي قاله قدام. ما هي أبرز ملاحظاتكم على الإدعاءات والأكاذيب التي ساقها ممثل أثيوبيا الذي تحدث أمام مجلس الأمن؟ للأسف الشديد ممثل أثيوبيا جاء إلى مجلس الأمن ويريد أن يقول أن مجلس الأمن ليس من اختصاصه أو ليس مفوضا في موضوعات تتعلق بالمياه والتنمية. هذا صحيح، لكن الجلسة ليست مخصصة لدراسة موضوع مياه وتنمية. الجلسة مخصصة لتهديد يتعلق بالأمن والاستقرار، يتعلق بالسلم والأمن الإقليمي والدولي، يتعرض لتهديد واضح وصريح في مخالفة قانونية وسياسية للقوانين والاتفاقات الدولية ذات الصلة لدولتي المصر. إذن طبيعة الجلسة وأهدافها مغايرة تماما لما جاء به وزير الري الأثيوبي، ومن هنا كان حديثه خارج نطاق وموضوع الجلسة. هو كان يحاول أن يقول أن هذه الجلسة إضاعة للجهد والوقت، لأنه ليس من اختصاص مجلس الأمن النظر في مثل هذا الأمر. هو جاء بهدف مختلف عن الهدف الذي عقدت من أجل الجلسة، والتي استجاب مجلس الأمن لطلب مصر والسودان بإعقادها. إذن هذه الاستجابة تنفي تماما كل ما تحدث به وزير الري في جلسة المجلس الأمن عن الموضوع الذي أثاره، هو خاص بالمياه وخاص بالمياه وما يتعلق بحقوق دولتي المصب وفي مواجهة دولة المنبع. أيضا وزير الري أيضا جاء بأحاديث تتعلق بأن مصر بصفة خاصة والسودان فيما بعد في محاولة للتفرقة بين موقفيهما ووضع كل منهما منفصل عن الآخر، بأن مصر والسودان هما اللذان يقودا المفاوضات، وهذا أمر غير صحيح. حديث السيد وزير الخارجية في عرضه لتطورات الموضوع أبدى واضحا وبالوثائق وبالتواريخ أن مصر والسودان كان لديهم من الصبر ما يفوق التصور في المفاوضات التي جرت، واتخاذ مواقف مرنة عديدة وبناء على مواقف ومطالب دولة الرعاية وهي الكونغو ومن قبل دولة جنوب السودان. وفي خلال 10 سنوات لم نتحرك إلى الأمام وندور في دائرة مفرغة في الوقت الذي تماطل فيه أثيوبيا وتتعند وترفض أي مطلب من شأنه المحافظة على الأمن القومي المائي وعدم تعرض دولتي المصب للخطر. نحن أمام 3 قضايا حيوية أثيوبيا خالفت فيها الاتفاقات الدولية، وهو تجنب أي ضرر جسيم يحدث، وهذا موجود في القانون الدولي وموجود في اتفاق إعلان المبادئ. النقطة الثانية الاستخدام المنصف والعادل، وهذه أيضا موجودة في القانون الدولي، موجودة في اتفاق إعلان المبادئ. والنقطة الثالثة وهي تتعلق بمعامل الأمان، معامل الأمان حتى الآن لا يتسق والمعايير الدولية. وإذا نظرنا إلى اتفاق مسار واشنطن وهو أنتج مشروع اتفاق شامل وكامل تحدث عن آليات عديدة، خاصة فيما يتعلق بالآليات الخاصة بإجراءات الملء والتشغيل في حالات حالات الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشحيح، وأيضا فيما يتعلق بآلية لفض المنازعات وآلية للتنسيق والمتابعة وآلية أيضا لدراسة الآثار البيئية والاجتماعية التي تترتب عليها. كل هذه الأمور الموقف الأثيوبي يتجاهلها تماما ويعرض دولتي المصب تلك المخاطر التي تهدد الوجود والحياة، والتي من أجلها دعت مصر والسودان مجلس الأمن إلى الانعقاد للتنبيه إليه واتخاذ وتحمل مسؤوليات. شكرا لك السفير صلاح ليما، مساعد وزير خارجية الأسبق، نائب مدير المركز المصري للدراسات الإفريقية.